ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو رقم 6 من سلسلة فيديوهات ريفيو لمنتج او 2 كل يومين. هتكلم النهارده عن منتج تحفة قوي اللي هو اللوشن من 21 او لوشن 21. اللوشن ده بص بقى بجد يعني من اجمل الحاجات اللي انا جربتها في حياتي. اول حاجة هو مكتوب عليه لبشرة شديدة الجفاف مع زيت اللوز وفيتامين ه. طبعا هو لوشن للجسم والايد. حجمه 250 مللي، ميد ان جيرماني. هتكلم عنه وهقولك ان اللوشن ده بجد من اجمل الحاجات اللي انا جربتها في حياتي، ومش بس لبشرة الجسم، لا ممكن لبشرة الايد كمان. مرطب قوي جدا فوق ما تتخيلوا. بجد نوع نظيف جدا وانصح اي حد بيه. انا من كتر ما انا بشكر فيه بصراحة يعني لازم كلكم تروحوا تشتروه فعلا. لو انت بتدوري على كريم ايد للترطيب مش لاقيه حاجه قويه هاتي ده. لو انت محتاجه حاجه في الشتاء لترطيب جسمك هاتي ده. لو انت عندك اي مشاكل في الجفاف هاتي ده. بجد رائع جدا وانصح اي حد بيه. مش هقدر اقول اكتر من كده لاني لو فضلت اتكلم عنه مش هوفيه بجد حق. على فكره في منه كريم كمان، الكريم بتاعه ممتاز قوي. بس اللوشن اخف لو انت عايزه تستخدميه مثلا لترطيب ايديكي او الجسم او كده. جربي بجد، جربي وقولي لي. ولو في حد جرب ده يكتب لي تحت في الكومنتس يقول لي هو جربه ولا لا وايه تجربته معاه. وبس كده، ده كان الريفيو، واتمنى يا رب تكون قدرت افيدكم، ويا رب كلكم تروحوا تشتروه طبعا لانه بجد كويس. على فكره سعره رخيص، حوالي 33 جنيه وحجمه كويس بيقعد كتير. فبس كده، هو ده كان الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.